عقدت اللجنة التحضيرية للمنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه إشهارها وتدشينها للحملة الدولية للمطالبة بالإفراج عن الإعلاميين والصحفيين المختطفين. وقد أكد بيان الإشهار أن منظمة صدى ستحمل على عاتقها تبني حقوق الصحفيين والدفاع عنهم وتوحيد الجهود العاملة في المجال الإعلامي، وخصوصا مع حملات الاستهداف الممنهجة التي تطال الصحفيين والتي وصلت إلى القتل في عدد من الحالات. إن الاستهداف مستمر بحق الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاعات في عموم البلد، ولحاجة الصحفيين إلى الإسناد وتعزيز الحريات الإعلامية والحد من التحريض بحق زملاء المهنة، جاء تأسيس المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى إسهاما في الدفاع عنهم وسعيا للدفاع بالعمل الإعلامي في بلادنا قدما نحو أداء رسالة إعلامية مهنية وهادفة. وفي الفعالية التي حضرها جمع من الصحفيين والإعلاميين المتواجدين في محافظة مأرب، ذكر رئيس المنظمة الصحفي حسين الصوفي أن المنظمة ستقوم بالعديد من الفعاليات السلمية والوقفات الاحتجاجية والتظاهرات المطالبة بإطلاق الصحفيين المختطفين لدى ميليشية الحوثي والمخلوع، والذين يتعرضون لصنوف عدة من الانتهاكات والتعذيب في زنازين الميليشيات التي جاوز العديد منهم العام منذ أن قامت الميليشية باختطافهم. نسعى أن ننسق مع إخواننا وزملائنا في بعض المؤسسات الدولية، يعني من ضمن الذي نهدف إليه في الحملة الدولية أن تقام وقفات احتجاجية أمام منظمة الأمم المتحدة، أن تقام وقفات احتجاجية وتضامنية أمام Human Rights Watch، أن تقام منظمات احتجاجية أمام صحفيون بلا حدود، أن تضام هذه المؤسسات الدولية أمام البي بي سي في بريطانيا مثلا، أمام الجزيرة. نسعى إلى أن نشبك مع هذه المؤسسات كلها من أجل أن نشكل رأي عام دولي ليظهر حجم الكارثة التي يعيشها الصحفي اليمني. وفي بيان تدشين الحملة الوطنية للمطالبة بالإفراج عن الإعلاميين والصحفيين المختطفين، طالبت المنظمة الدول والمنظمات بالتضامن مع المعتقلين والمخفيين قسرا والضغط على الإنقلابيين لإطلاقهم دون تأخير، كما طالبت بإعادة ما تم مصادرته من أموال وممتلكات وسائل الإعلام المنهوبة ورفع الحظر عنها. إن المنظمة وهي تدشن باكورة أعمالها بالتزامن مع انطلاق جولة من الحوار بين ممثلي الحكومة والانقلابيين وحلفائهم في دولة الكويت، تؤكد على الآتي: أولا، إدانة كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات ضد الزملاء الصحفيين والمؤسسات من جميع التوجهات. ثانيا، المطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسريا وعودتهم إلى ذويهم وأعمالهم. ثالثا، إعادة ما تم مصادرته من ممتلكات المؤسسات والوكالات والأفراد من أجهزة ومعدات ودفع التعويضات عما تعرض للتلف منها ورفع الحظر عن المواقع الإلكترونية. وقد عبر الصحفيون الحاضرون عن تفاؤلهم بمنظمة صدى التي أعلنت منذ اليوم الأول لتأسيسها أن الصحفي هو مشروعها، سواء فيما يخص تأهيله والارتقاء بأدائه المهني أو ما يخص تبني مطالبه والدفاع عن حقوقه. هذه المنظمة جاءت للصحفيين ممتاز جدا، ونحن الآن وصلنا إلى مرحلة التخصص، أي أن الصحفيين سيكون لهم منظمة تهتم بهم بشكل خاص، وهذا يعتبر إنجاز متقدم ولم يحدث لا في أي دولة من دول الربيع العربي أن تنشأ منظمة لتتابع قضية خاصة، وهذا يدل على أننا خطونا خطوات جبارة نحو بناء المجتمع المدني. ويأتي إشهار منظمة صدى في ظل أسوأ موجة انتهاكات تطال الصحفيين والناشطين الإعلاميين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع. سيظل الصحفي اليمني هو الحلقة الأضعف في معادلة الصراع السياسي والعسكري ما لم تنظم الجهود للدفاع عن حقوقه وتوفير بيئة ملائمة يتمكن من خلالها من أداء رسالته الإعلامية. محمد القليصي لقناة سهيل الفضائية، مأرب.